مشاهدينا من هذا المسرح وامام هذا الجمهور والملايين من العالم اللي كلهم قاعد يتابعون عبر الفضائيات المشتركة اللي نالت اعلى نسبة تصويت واللي راح تنال لقب عرب ايدل. دنيا واش فاش كان كيقول هذا راه هادي واش كان انت في اخبارك ولا ما اخبارش؟ بكل صراحة تكلمي معايا بكل صراحة قولي لي واش كنتي في اخبارك ولا ما كنتي في اخبارك؟ حيت فاش كنا كنتفرجوا فيك كانت كارمن كتضحك مزيان كانت فرحانة في هذا كنتي ديرة راسك بحال ما عارفاش واش كنتي عارفة ولا ما كنتيش عارفة؟ لا انا اللي خلاني نحس انني ما عنديش اللقب داك واش كنتي عارفه الدنيا ولا ما كنتيش عارفه يا مهمو اللي خلاني نحس هو انه كارمن في حياتها ما كانت فرحانه والنتيجه غادي تعلم يعني اللي خلاني نزيد نتاكد انه اللقب ماشي مغربي هو فرحه كارمن اللي كانت يعني ما تقدرش تخيلها كانت على يعني على درايه انها فائزه باللقب وحسيت بهذا الشيء دوك هي كانت في خبر ان هي رابحه قبل ما يقولها انا فرحانه وكارمن انا كنعرفها شخصيا لانني عشرتها شهرين ونص ما كتكونش فرحانه يعني حتى في غناها اغنيه فرحانه وهي حزينه فشفتي الا لاحظتي في ديو مع رغيب على ما كانت فرحانه هذا اللي زاد اكد لي انني ماشي فايزه كتكركرات شنو ممكن عاتي جميع العينه كيضحكوا سنانا مي ميم في لانونس ان فيت سي كو مي اون ريماركي بون انت حسيتي دونك حسيتي بان كاين شي حاجه ماشي تري بيان اوكي اون فور لا سويت سيتي سا لسنه 2012 تبغيتي بهاد لا سويت جوغيتي بهاد تفكر لها بهادشي كيفك عبد الله هي كارمن سليمان من مصر كارمن سليمان ألف مبروك أيوة وانتي تغبري فين كنتي؟ نشيت كعيتي ولا ما كعيتيش؟ والله ما كعيت نوبس والله القسم ما كعيت باسكو أبارمون هي الأرابيض الإكسترا سي سا الأرابيض الإكسترا بينو كنتي كنتي كاعية في الكوليس كاعية لأنه أي واحد يعني حسيت كأنني خيب بدل الجمهور رغم أنني عطيت اللي عليا في الجمعة يوم جمعة وغنيت وحيت المسؤولية عليا لكن كنت يعني كنتمنى أنه يكون لقب مغربي لأنه ماشي سهل أنك توصل الفينال وفي الأخر كما كنقولي تضرب لك كل شيء في الزيرو يعني حسيت شوية ولكن ماشي مشكل En plus, tu as un sentiment de contre Khatar, tu as un sentiment de la compétition. En tout cas, bravo et on te félicite. Franchement, parce que je suis très heureux de vous dire que vous avez un peu de temps. Je suis très heureux de vous dire que vous avez un peu de temps. Je suis très heureux de vous dire que vous avez un peu de temps. مرحبا بكم معنا يا رب ايدل تبارك ايدل والفائز اليوم تبارك ايدل واطلب منكم تصفيوا عليه اكبر تصفيات واحسن تصفيات هيا اسمها قولي لي يا دودي الا قلت لك بانك انت اللي فزتي ماروك ايدل حتفرحي واش مش حتفرح اكيد والفائزه هي دودي بادمان 100% hit. Hit radio.